Let's see the kids, what is their favorite food they get from the food voucher. ايش اسمك انت؟ اسمي غدر اسماعيل رشيد. شو بتحبي الاكل المفضل عندك؟ البيض واللبن. ممتاز. انت شو اسمك؟ كرمال اسماعيل رشيد. ايش بتحبي الاكل المفضل عندك؟ البيض واللبن. البيض واللبن. انت شو اسمك؟ محمد رشيد. علي صوتها؟ حامد راس ما بصير. ايش بتحب اكثر شيء من المواد اللي بتجيبهم ماما من البطاقه؟ البيض واللبن والقمص والطونه والخبز الشوي. ممتاز. شكرا شكرا مدام.